مساء الخير متابعين الكرام، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سلتنا فيها منتجات تجميلية. طبعا هذا الموضوع للبنات فقط، إذا في شباب من متابعيني ياريت ينشروا الفيديو ويبعثوه لحد من خواتهم زوجاتهم، المهم إنه هذا الفيديو للبنات فقط. طبعا أنا حبيت أني أنا أحط في الفيديو فقرات، أي فقرات تجميلية، يعني أنا مش خبيرة تجميل ولا خبيرة عناية بالبشرة ولا، بس حابة أنقل لكم الأشياء اللي أنا بعملها الروتينية، الأشياء اللي أنا بسويها يوميا من اللي بسمعه من تجاربي، يعني على أساس أنه الكل يستفيد. طبعا أنا هلأ السلة فيها منتجات كتير، بتلاحظوا أنها فيها منتجات كتير وماركات كتير. خلوني أقسم المنتجات هاي على حسب الاستعمال وارد أرجع لكم كمان شوي. طبعا زي ما أنتم شايفين أنا قسمت الكريمات لمجموعتين، المجموعة الأولى هي المجموعة الخاصة بالعناية بالوجه، والمجموعة الثانية هي الخاصة بالعناية بالجسم. طبعا احنا رح نبلش بالمجموعة الأولى فرح نعمل فوكس عليها. شوفوا أنا أول نصيحة بعطيكم إياها هي التنوع. أنا يعني بصراحة ما بحب أستعمل منتج لشركة معينة غير عن شركة ثانية، لا أنا بحب أنوع في المنتجات. يعني جربت كذا منتج، أنا حسيت أنه البشرة كل ما أنك أنت نوعت في الاستعمال، يعني نوعتي في المنتجات اللي بتستخدميها، كل ما كانت النتائج أفضل. طبعا يعني خلي الاستعمال يكون يومي يومي يومي، يعني كل 3-4 أيام بنغير المنتج لمنتج ثاني. خلينا نبلش. هاي المنتجات الأربعة هي المنتجات المفضلة عندي، طبعا من نيوتروجينا عندك لوريال وعندك بيوري وعندك صافي، صافي رانيا جولد. طبعا احنا بنبلش نحكي عليهم شوي شوي. بالنسبة لهذا النيوتروجينا اللي هو الديتوكس، هذا عبارة عن غسول طيني، ممكن تستخدميه كسكراب يومي للوجه، وممكن نستخدمه كماسك قناع، يعني مرة في الأسبوع تستخدميه كقناع، أما باقي الأيام ممكن عادي تستخدميه كسكراب. الثاني هو هذا تبع لوريال، هذا بنظف برطب بشكل كتير كتير حلو للبشرة الخاصة بالوجه. طبعا هاي كل الكريمات تستخدم استخدام يومي. في عنا هذا البيكنج سودا، هذا البيكنج سودا خاص بالتنظيف العميق، يعني بنظف البشرة من داخل من جوا، تحسي انه البورز طلعت كل السموم اللي موجودة من داخل وصارت أنقى وأنظف. يفضل أنه هذا البيكنج سودا نستخدمه مرة أو مرتين بالأسبوع. طبعا أنا نرجع لكم لهذا المنتج، هذا أنا لاحظت لما استخدمته أنه بعد يومين ثلاثة بلشت تطلع لي حبوب بالوجه. طبعا سألت، هذا الموضوع كتير طبيعي لأنه أصلا هو سكين ديتوكس، ديتوكس يعني بيطلع لك كل الأشياء اللي مش منيحة في بشرتك بتطلع لبرا، فبتبلش تطلع الحبوب والأشياء اللي كانت داخل ما محجوزة، بس طبعا يعني بتروح شوي شوي مع الوقت. في عنا هذا المنتج، هذا المنتج بحسه انه المنتج الذهبي عن جد، يعني بلمع البشرة وبيخليها يعني يشدها وتبين أقل شبابا وهيك. طبعا المنتجات هاي لا تعني انه المنتج لسن معين، لا لا لا، هاي المنتجات لكل الأعمار، وكل ما انت بديتي تهتمي ببشرتك من قبل كل ما كانت الفايدة أكثر. طبعا في عنا هذا الغسول او من نيتروجينا، هو هذا ماء مسلار، هذا تابع طبعا للثاني، هذول الاثنين مع بعض، بس هذا مزيل مكياج، بعد المكياج بس ما تزيلي المكياج بتنظفي فيه، وهذا الثاني للتنظيف العميق. في انا بحب استخدم هذا المنتج اللي هو ماء
ورد بالعكر الفاسي. هذا الماء الورد بالعكر الفاسي هو منتج مغربي بخلي البشرة هيك بتبين وردية، فتعطيها تورد طبيعي من دون ما تأثر فيها. طبعا خلينا ننتقل للجزء الثاني اللي هم كريمات الوجه. بالنسبة للكريمات، في عندكم هذا المنتج، هذا المنتج من لوريال، هذا المنتج، هذا المنتج بعد ما الوحدة تغسل وجهها تمام تستخدم هذا المنتج على وجهها كبداية وقاية للوجه. طبعا هاي المنتجات تستخدم بالليل وبالنهار، بالنهار يعني الصبح لما تصحي وبالليل قبل ما تنامي، هذا المنتج قبل المكياج تمام. وفي عندك هذا المنتج كمان نفس الشيء، انا بستعمل اثنين، هذا السيروم، هذا السيروم كتير ممتاز وبيشد البشرة بشكل مش طبيعي. طبعا في عندي هدول الكريمات من لوريال اللي هم ريفيتال ليفت. انا بحب، في عندكم واحد للعناية بالنهار اللي هو الاحمر هاد، وهذا للعناية الليلية. هدول بالنسبة للكريمات اللي انا بحب استخدمهم للوجه. يعني اتمنى انه استفدتوا. طبعا اذا في اي ابديت جديد انا راح انزل الكريمات الخاصة. خلينا هسه نروح للكريمات الخاصة بالعناية بالجسم. اهلا وسهلا فيكم من جديد. خلينا نحكي هسه على الكريمات الخاصة بالجسم. طبعا انا بحب اكثر شيء المنتجات من The Body Shop. Bath and the Body Shop فعلا صدقا المنتجات كتير مميزة ورائعة جدا للاستعمال. في عندكم هذا البتر، هذا البادي باتر، هذا يعني نصيحة مني خذوه ومن دون ما تشكوا في الموضوع. هذا فيه عنده ريحة، ايوه ارقى، هذا ريحته ممتازة 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 عن جد. بتحطيه بقعد طول النهار وجسمك معطر. هذا المنتج كتير كتير بنصح فيه، كتير كتير بنصح فيه. طبعا اذا الوحدة مثلا جسمها تحسه انه مرهق او شيء، في عندك هدول الاسنشال اويلز، هذا خاص بالمساج، فممكن انك انت تعملي مساج لجسمك بعد الشاور بهذا الاويل، فبيعطيه نعومة وطراوة مش طبيعية. هذا الكريم اللي اسمه بيتش، هذا بيتش، هذا الكريم للاستعمال اليومي انا بحب استخدمه عن جد. لما تستخدميه كأنك طالعة من البحر. ريحته فيه ريحة مميزة، ريحة مميزة كأنك في البحر. هذا الكريم نفس الشيء من Bath and the Body Works، هذا بحب استخدمه بالليل. هذا كتير المنتج كتير ممتاز، كتير كتير بيعطي نعومة للوجه للجسم صار. ونفس الشيء بالنسبة لهذا الكريم، هذا فيه شيء إضافية. هذا الكريم عن جد بيعطيكي احساس بالهابينس. ليش؟ لانه فيه ريحة المندرين قوية، فتحسي انه عن جد يعني انت مبسوطة لما تحطي هذا النوع من الكريمات. طبعا العناية بالجسم لازم تكون يومية، ما بصير يوم نحط كريم ويوم لا. ليش؟ لانه احنا اجسامنا بكفي انه ما بنشرب مي كثير، وكمان من دون ترطيب، فبصير الوضع مأساوي. في عنا هذا الكريم، أنا هذا الكريم جبته من الصيدلية اللي هو ريكسول. هاد كتير ممتاز بعد الرياضة، إذا أنت بتمارسي الرياضة ممكن أنك عادي تدهني جسمك بالريكسول. ليش؟ لأنه بيعمل بحد من السيلولايت، بيعمل سيلولايت كنترول، فكتير كتير ممتاز.
أتمنى اليوم أنه سلة المنتجات عجبتكم وأنه البنات استفادوا كتير. طبعا أنا رح أعطيكم أبديت لأي كريمات جديدة رح أدخلها، بس حاليا هاي هي الكريمات اللي موجودة عندي واللي أنا حاليا بستخدمها. إن شاء الله بتكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أعطيتكم إياها. طبعا جربوها جربوها، أكيد بتعجبكم. وإن شاء الله بشوفكم بالحلقة اللي بعد عن منتجات التجميل، إذا في أي شيء ممكن بخبركم. قبل ما نشوف الفيديو طبعا لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير القناة حتى الكل يستفيد والكل توصلوا المعلومات اللي احنا بنوصل لكم اياها. فياريت اي واحد بيشوف الفيديو يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن، وان شاء الله منجيب لكم اشياء مفيدة لكم وللجميع. يلا مع السلامة.